طيب الآن راح نتحدث عن الـ variable size. لما نيجي نعمل الـ C أو الـ U control chart ويكون عندنا variable size. كيف يعني variable size؟ الـ N متغيرة. الـ N مرة بتكون مثلا على سبيل المثال 500 600 أو مثلا 80 90 أو 6 7 8 ما بدريش، يعني حسب السؤال. بس هو في نهاية المطاف الـ N تتغير، الان تتغير، كل سامبل لها ان مختلفه. طبعا اخذنا شيء مشابه بالنون كونفورمينج، والان بنطبق هذا الشيء على النون كونفورمتي، على النون كونفورمتي. خلينا ناخذ هذا الاكزامبل. طبعا احنا بنفس طريقه النون كونفورمينج، النون كونفورمتي له ثلاث طرق لمعالجه الفاريبل ان. الفاريبل ان الطريقه الاولى اللي هي يعني كل نقطة يكون لها أبر ولور مختلف، أوكي؟ يعني خلينا نحكي أبر كنترول ليميت لور كنترول ليميت فور إفري سامبل. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إنه الأفريج، بأخذ إشي موسط لهم كلهم بنفس طريقة اللي أخذناه بالبي والإم بي. والطريقة الثالثة بقلب القراءات الى زي، بقلب القراءات لزي، فبصير السنترال لاين 0، الابر كنترول ليميت 3، واللور كنترول ليميت ماينس 3. طيب خلينا نتفرج على هذا الاكزامبل. هذا الاكزامبل راح يتحدث عن محطه انهاء، يعني يمكن مصنع او شيء زي هيك، بيشتغل بالنسيج، اوكي؟ وهو المصنع هذا بيعمل إصباغ للنسيج، إصباغ للنسيج لكل، وبيدور على الديفكت بير 50 سكوير متر. معناته هو بيعمل إصباغ للنسيج وبيدور على اللي هو الديفكت أو النون كونفورمينج لكل اللي موجودة بكل 50 متر سكوير. اوكي، الداتا موجودة لعشرة، اوكي، رولز، 10 رولات موجودين هون، وكل رول له نمبر اوف سكوير متر موجودة فيها. مثلا على سبيل المثال الرول الاول كان 500 سكوير متر، 500 سكوير متر. فالان اذا احنا اليونت تبعتنا كانت 50، اليونت تبعتنا معناته هذا الان كم تساوي؟ الان هم في هاي الحاله بتساوي 10، الان بتساوي 10، اوكي، لانه احنا لما نيجي نقسمها على ال على ال 50، يعني هاي قسمها على 50 تطلع 10، او بالاحرى ال 14 هذول التوتال اوف نون كونفورمينج على قديش بدنا نقسمهن؟ بدنا نقسمهن على 10، نقسمهم على 10، لانه اليونت بالاخير لازم تطلع بير، لازم يطلع ديفكت بير 50 سكوير متر، اوكي، ديفكت بير 50 سكوير متر. يعني هاي الشغله هاي بالنسبه لمهندس راح تكون بيس اوف كيك، مش راح يكون فيها اي شيء. نطلع هون 400 معناته اللي انتو تساوي 8 لانه قسمناها على 50، هون راح تكون 13 لانه قسمنا 650 على 30، وهي نفس الاشي 10. في هاي الحالة هاي طبعا هاي 475 تطلع 9.5 الى اخره الى اخره. الان عدد الاخطاء اللي موجودة بالرولات هيها، اوكي، او عدد النون كونفورمينج. شو راح نعمل؟ بدنا اليو تساوي الاكس على الان، صح؟ معناته خلينا ناخذها لاول وحدة، الاكس كم الموجودة؟ 14 تقسيم 10، يعني 1.4، اوكي، هاي لأول وحدة. لثاني وحدة اليو شو بتساوي؟ 12 خطأ، 12 تقسيم كم الان؟ 8، تطلع 1.5 إلى آخره. بنكمل، اوكي. بالأخير احنا يجب علينا ان نوجد اليو افريج. هذا شو كيف بدنا توجدها؟ هاي بدها تكون التوتال نمبر اوف نون كونفورمتي هذول كاملين. التوتال كم بيساوي؟ 150 53، بنقسم على التوتال نمبر اوف ان. التوتال نمبر اوف ان كم بيساوي؟ هيا، يعني هاي
التوتال نمبر اوف ان اللي هو 107، فبطلع هذا الافريج ديفكت بير 50 سكوير متر. اوكي، هاي اليو. وبعدين نعرف كيف نطلع الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت. بس انا زي ما حكينا انه في مشكلة انه كل مرة راح تكون الابر واللور مختلفة، لانه حسب الان، حسب الان. اوكي، خلينا نشوفها. طبعا هذا بالنسبة للابر كنترول ليميت. احنا الان عمل تيبل ثاني كتب الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت بدلالة الان، لانه هي فعليا يو بلس 3 سكوير روت يو على ان. اوكي، يعني مثلا اول واحد الان بتساوي 10، معناته اليو كم طلعت اليو اللي هي 1.42 بلس 3 سكوير 1.42 تقسيم 10. هاي الابر كنترول ليميت لاول وحده. اللور كنترول ليميت هاي بدها تصير ناقص. طيب لثاني وحده شو راح يكون؟ الابر كنترول ليميت بتساوي 1.4، هاي للعينه الاولى. بالنسبه للعينه الثانيه 1.42 بلس 3 سكوير روت 1.42 نقسم على الان، الان اللي هو 8. وطبعا اللور كنترول ليميت سهل. فبنحضر يعني جدول كامل بالابر وباللور كنترول ليميت، كل عين كل ان على. وبعدين لما تيجي الرسمه بنرسمها بهذه الطريقه، بنرسمها كل وحده الها ابر والها لور خاص فيها. يعني مثلا هاي النقطه الها الابر واللور الخاص فيها، النقطه 2 الابر واللور الخاص فيها الى اخره، وبنتفرج اذا في اي شيء عدى هذا الليمت اللي احنا حاطينه. طبعا هذا توتالي ان كنترول، لانه احنا دائما بنستخدم الرول 1. الرول 1 انه نقطع 3 سيجما الكنترول، فهذا ان كنترول وما بده اي تعديل. الطريقه الثانيه زي ما اتفقنا بناخذ يعني اشي موسط. كيف يعني اشي متوسط؟ يعني هاي يعني نافرجه على اشي بالنص، وهذا نافرجه على اشي بالنص. كيف هاي بنعملها؟ إذن بناخذ الان افريج، الان افريج هو بدها تساوي مجموع الان على النمبر اوف ان اللي هم 10، لانهم كانوا 10. كم طال كم مجموع الان؟ حسب ما بذكر 107 وإشي. اوكي، الان خلينا ننزل لتحت ونشوفهم. اوكي، هذا بده يكون الان بغض النظر، هاي الان موجودة هون، هاي التوتال اوف ان. يعني بده يكون الان افريج بدها تساوي 107.5 على 10 وتساوي 10.75. هاي الان افريج. على حساب الان بحسب الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت. ابر كنترول ليميت شو بيساوي؟ 1.42 بلس سكوير روت 1.42 على 10.57. هاي بتكون الابر. اللور كنترول ليميت بدها تساوي 1.42 ماينس سكوير روت 1.42 على 10.75. اوكي، فبيكون هذا اشي متوسط، حل وسط لهم كلهم. بس برجع بذكر انه لازم هذا نطبقه with caution، واذا كانت الفاريابيليتي بالان عاليه ما بصير انه نطبقه، لانه بصير يعني الايرور بيكون عالي، الايرور بيكون عالي. نروح للطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه اللي هي نحول كل وحده للزي تبعها. طيب شو بنحول الزي؟ الزي معروف انها شو بتساوي، دائما الاكس ماينس ميو على السيجما. لكن السيجما في هاي الحاله شو بتساوي؟ سكوير روت اليو على الان. اوكي، سكوير روت اليو على الان. طبعا بتعرف انه كل واحدة لها الان الخاص فيها. وبالنسبه للي فوق راح يكون عندنا اليو الموجوده ماينس اليو افريج، هاي بدال. فبيكون هاي كل واحدة الها اللي هي النقطة اللي خاصة فيها، النقطة اللي خاصة فيها. اوكي، هاي في حالة، ففي هاي الحالة هاي عندي اللي هو الابر السنترال لاين على زيرو، الابر كنترول ليمت على 3، واللور كنترول ليمت على ماينس 3. هاي لما نطبق الزي، وكل واحدة بنروح بنوجد قيمة الزي الها وبنطبقها على الفيجر. طبعا هذا الحل يعني بنقدر نحكي انه بالنسبة الي بيرفكت. اوكي، بالنسبة الي بيرفكت. نيجي عند نظام بنسميه اللي هو
ديميريت سيستم. النظام هذا راح يحكي عن حجم الأخطاء. يعني احنا اتفقنا ان مثلا لما يكون عندنا على سبيل المثال برينتد سيركت بورد وفي عدة، طبعا لما كنا نعد احنا خطأ خطأين مثلا او 3 أخطاء، طب هذا ما هو ممكن يكون الخطأ ممكن يكون كاتاستروفيك، اوكي، وممكن يكون فيري ماينر. فيري ماينر يعني ممكن اشي بسيط ولا الكاستمر بنتبه له ولا حدا بنتبه له، وممكن يكون اشي بخرب الجهاز. فيعني الاخطاء مش نفس بعض، اوكي، الاخطاء مش نفس بعض. فالديميريت شو اقترح؟ ديميريت اقترح انه نصنف هاي الاخطاء لاربع كلاسز، كلاس A وبي وسي ودي. بنصير احنا نعد بكل باتش او كل مجموعه من العينات عدد الاخطاء اللي موجوده بايه، من النوع A ومن النوع B ومن النوع C ومن النوع D، واخر اشي بنطلع اللي هي معادله. الان بنروح على المعادله، بنشوف اللي هي ديميريت الاندكس، الديميريت او النمبر اوف ديميريت او نمبر اوف ديميريتس اللي احنا بنوجده، اوكي. فالنمبر اوف ديميريت هيو موجود هون في هاي الحاله، بيساوي 100 ضرب عدد الاخطاء من الكلاس A، 50 ضرب عدد الاخطاء من الكلاس B، زائد 10 ضرب عدد الاخطاء اللي من كلاس C، واخر اشي زائد عدد الكلاس هذا. فبنلاحظ انه الفئة الأولى يعني نقدر نحكي انه خلينا نتفرج على تعريفات الكلاسات اللي حطهم ديميريت. اول واحدة كتبها انها very serious، هي very serious او الكلاس A، ومعرفها انه اليونت از ايذر كومبليتلي انفيت فور ذا سيرفيس، يعني لا تطابق تماما، يعني كومبليتلي انفيت لا تطابق تماما، يعني ولا هي ظابطة بالمرة. or will fail in service in such manner that cannot be easily corrected in the field، او انها راح تفشل بالتطبيق او لما ناخذها ونشغل البرودكت هذا بطريقه لا يمكن تصليحها بحقل العمل او بالمصنع او بالمكان اللي استخدمناه. or will cause personal injury or property damage، او انها ستتسبب في إصابات بالأشخاص، يعني إصابات جسدية خلينا نحكي، أو إنها في تدمير الممتلكات أو في تدمير الممتلكات. هاي تعريف الكلاس A. بالنسبة لكلاس B سيريس، هون مش very serious، سيريس يعني هذا الكلاس شو راح يكون؟ نقرأ تعريفه. The unit will possibly، إحنا الآن هنا كانت يعني surely راح يصير، هنا مستخدم كلمة possibly. The unit will possibly suffer class A operating failure or will certainly cause somewhat less serious operating problem. يعني بالأحرى إنها ممكن إنها تعاني من الإشي اللي بيعانيه الكلاس A، أو تحديدا إلى حد ما راح تسبب مشاكل في التشغيل، أوكي، أو أثناء التشغيل. or will certainly have reduced life or increased maintenance cost، أو إنها راح تتسبب في إنه يكون عمرها قليل، أوكي، هذا الخطأ اللي موجود بيكون بقلل العمر الجهاز أو عمر القطعة، أو راح يزيد سعر تكلفة الصيانة، أو راح يزيد سعر تكلفة الصيانة. هذول الأشياءات بسموهم سيريس. طبعا أول واحدة بنعطيها ويت 100، هاي بنعطيها ويت 50، هاي بنعطيها ويت 50. كلاس دي مودريتلي سيريس، هو يعني سيريس بشكل متوسط. خلينا نقرا مودريتلي سيريس شو كاتب عنها. The unit will possibly fail in service، يعني ممكن انها تفشل لما احنا نشغلها. or okay cause trouble that is less serious than operating failure، او انها تسبب مشاكل أقل من الـ operating failure، أقل من يعني فشل نظام التشغيل. or possibly have reduced life or increased the maintenance cost، أو إنها على في احتمال
في احتمال، يعني مش شورلي، في احتمال انه يقل العمر تبع الجهاز او البرودكت او تقلل، او في احتمال انه يزيد المينتيننس كوست، or have a major defect in finish appearance or quality to work، او انه بيكون في عندها خطأ جوهري بالفينيشينج. الفينيشينج يعني يعني عملية، يعني لما نيجي نحكي مثلا فينيشينج لسيارة مثلا، بيكون الدهان تبعها والأشياءات انه خلص بدنا نطلعها على السوق. اوكي، اذا احنا بنحكي الفينيشينج على سبيل المثال بنصنع بخزانة، ممكن الدهان تبعها، ممكن بعض الجماليات، هاي اللي احنا بنسميها الفينيشينج. فينيشينج يعني الاشياء اللي بنعملها بالنهائي، او الابيرنس المظهر، يعني هذا انها تسبب مشاكل بالمظهر او بالكواليتي اوف وورك او بنوعية العمل. هذا الكلاس بنعطيه 10، هذا الكلاس بنعطيه 10. اخر كلاس اللي بنسميه ماينر، يعني هامشي، ماينر يعني غير جوهري، عكس ميجر، عكس ميجر او عكس سيريس. The unit will not fail in service، يعني اليونت ما راح تفشل بالسيرفيس، but has a minor defect in finish appearance or quality of work، بس لكنها عندها اخطاء يعني قليلة، ماشي، او اخطاء مش سيريس بالفينش بالتكميل يعني، او الهاي، او بالابيرانس بالمظهر العام، او بالكواليتي اوف وورك. هاي بنعطيها ليفل 1. اوكي، فنشوف المعادله، احنا بنعد الاخطاء من كاتيجوري A و B و C و D، واخر اشي بنحطهم بالنمبر اوف ديميريت. نمبر اوف ديميريت شو بده يساوي؟ 100 بعدد الاخطاء اللي موجوده ب A زائد 50 عدد الاخطاء اللي موجوده، يعني سي اي بي عدد الاخطاء الكاونت يعني، اوكي، زائد العشرة في سي اي سي يعني عدد الاخطاء الموجوده اخر واحده اللي هي عدد الاخطاء الموجوده بدي، بدون ما نضربهم بالويت. بالحاله هاي يعني هاي المعادله فيري فير، انه بتصنف الديفكت، ما بيكونوا كلهم بسعر بعضهم، وهاي يعني بتكون اصدق من الشغل اللي اشتغلناه بالاول. اوكي، وفيري ابليكابل لاشياء كثير. اوكي، طبعا الديميريت بالاخير الدي هذا بنجمعه، اوكي، بنقسمه على الان، يعني هذا الدي اللي حسبناه هون بنقسمه على الان وبنكمل، فبيكون عندنا نفس الاشي اللي هو السنترال لاين اللي هو يو بار، اللي هي العدد الديميريت اللي موجود فيهم كلياتهم بالمعادلة، قسمناه على عددهم. اوكي، عدد الديميريت بنقسمه دائما على الان اللي موجود هناك. بالاخير بناخذ الافريج، فبيطلع عندنا خلينا نحكي يعني هاي توتال نمبر اوف دي اي، توتال نمبر اوف دي اي، هاي توتال نمبر اوف ان. اوكي، بيطلع هيك الافريج صحيح 100%. بعدين زائد 3 سيجما بتوين اليو، اوكي، سيجما استيميتور، هاي لها معادله هي موجوده هون، اوكي، انها 100 في الاي يو زائد 50 في اليو بي، طبعا كله افريج، هذا كله افريج، وهذا سهل ان كل وحده نطلع الكاونت اللي بالاي وبالبي، هون بيكون كاونت مثلا، هاي العدد هاي اي وبي وسي ودي، او ممكن نقول سي يعني كاونت. اوكي، يعني هاي كل وحده، يعني هاي العين الواحد، سهل نطلع العدد الموجود هون وهون وهون وهون، وبعدين اخر شيء نوجد العدد الموجود هون وهون وهون، هاي بالعين الثانيه، وبنكمل بنكمل بالاخير اليو ايه شو بده يساوي؟ بده يساوي اليو لهاي الكولوم، اليو بي اوكي بار بده يساوي اليو لهذا الكولوم الى اخره. فسهل جدا نطلع هاي المعادله ونحل عليها. اوكي، بالنسبه ل السيجما يو، طبعا هذا عشان نطلع اليو،
اوكي، بالنسبة للسيجما يو شو بدها تساوي؟ بدها تساوي هاي المعادلة اللي هي 100 تربيع في يو اي زائد 50 تربيع في يو بي زائد 10 تربيع في يو سي، طبعا كل هذا افريج، زائد اليو اي. يعني بالاخير احنا بنطبق هاي المعادلة وهاي المعادلة، فبيكون عندنا بنقدر نطلع الابر واللور كنترول اللي مثل ديميريت. اوكي، الجزء هذا راح نحكي فيه عن الاوبريتنج كاركترستكس للنون كونفورمتي. اوكي، راح نشوف، يعني يفضل انه نفتح صفحة جديدة ونحل بيدنا، بيكون يمكن احسن من ان نتبع على اللي موجود. اوكي، فهاي راح تكون الاوبريتنج كاركترستكس للنون كونفورمتي. طيب operating characteristics non conformities اللي هو يعني السي واليو، معروف ال non conformity شو هو. فاحنا معروف عندنا، يعني بيكون عندنا دائما ال lower control limit، lower control limit، وهذا central line، وهذا ال upper control limit. بده يكون في عندي عدة نقاط، يعني خلينا نحكي تحت ال lower control limit، وعندي عدة نقاط بدها تكون موجودة بين ال between the upper and the lower، وفي عندي عدة نقاط فوق ال upper. احنا بنعرف نتذكر انه c بتساوي 0، هاي اول واحدة، بعدين c بتساوي 1 على سبيل المثال، ممكن تكون in control او out of control حسب وين هو lower control limit. اوكي، مثلا على سبيل المثال هاي بالسي بتساوي 3، هاي بالسي بتساوي 4، وبعدين بيكون هذا الخط، ما هو يعني هذول كلهم انتجر. اوكي، وهذا بده يكون اشي بالنص بيناتهم، مثلا هاي كانت السي بتساوي 5، هاي السي بتساوي 6 الى اخره، واخر اشي بدها السي تساوي قيمة معينة. اوكي، مثلا على سبيل المثال 16 او 17 او whatever، وهاي السي بتساوي 18. فاللي موجودين هون اوكي بنفس طريقة البي الاو سي للبي. اوكي، اللي موجودين هون هم اللي بيكونوا يساووا البيتا. اوكي، اللي موجودين هون، اللي برا لا. اوكي، فاحنا خلينا ناخذ مثال، المثال هذا بحكي ناخذ مثال الكتاب، يعني ما بدنا نغير. اوكي، معطينا الـ upper control limit lower control limit بتساوي 6.48، الـ upper control limit معطيني اياها كم بتساوي 33.22. اوكي، معناته احنا بدنا 0 1 2 3 لعند 6، يعني هذا بدها تكون هاي 6 كآخر واحدة، وهاي بدها تكون 5، وهاي 3، وهاي 2، وفي عندنا خطين تحتيها سي بتساوي 1 وسي بتساوي 0. بده يكون عندنا بهذه الطريقة، هذا اللور كنترول ليميت بده يكون 6.48. هاي 6.48، الابر كنترول ليميت بده يكون 33 و22، 33 و22. اوكي، معناته هذا اخر واحد هذا 33، واول واحد بعد الكنترول ليميت سي بتساوي 34. هذا بالنسبه لهذا الاكزامبل، هذا الاكزامبل. طيب احنا بدنا البيتا، البيتا شو بده يساوي؟ يساوي probability الاكس اللي هو less than or equal ال upper control limit، بشرط انه في عندي shift، الشيفت هذا مقداره c، ناقص probability الاكس my less than or equal، طبعا هون مفيش داعي يكون equal less than لانه اخر واحد مش داخله، lower control limit بشرط انه في عندي c. طيب نعوض probability شو بتساوي؟ p الاكس
less than or equal 6 point. بس هو في هاي الحالة ما في داعي اني اكتب ال يعني الديجيت، لانه احنا بنمشي على الاطراف تماما، احنا بنمشي على الاطراف تماما. فهاي بدنا نساوي اقل او يساوي، هاي اعطيناها اشارة يساوي وبس. 6 يعني اكثر من 6، لانه 6 موجودة عندي، موجودة عندي اللي بعديها، عفوا مش الستة، 33، 33، 33 موجود عندي، اوكي. 33 ونص ما في، 33 اللي بعديها 34، بشرط سي ماينس probability الاكس less than or equal الستة، اوكي، بشرط السي. طبعا الستة بدها تكون مش داخلة، فاحنا لما يعني تكون هاي القيمة تكون للأخير لعند الصفر وننقص منها الست، نقص منهم هذول، معناته احنا بنحكي عن هاي المكان، معناته احنا بنحكي عن هذا المكان exactly زي البي او النون كونفورمينج بارت، اوكي. طيب احنا الان بنعرف انه كل واحدة فيهم هاي بتتبع لقانون البويسون. البويسون شو بيساوي؟ يعني مثلا خلينا ناخذ اول واحدة، اللي هي اول واحدة شو قيمتها مثلا؟ انه السي بتساوي صفر، بدها تساوي ال e to the power minus c في c to the power 0 على 0 factorial، صح؟ لو ناخذ مثلا على سبيل المثال الستة هاي، شو بدها تساوي؟ ال e to the power minus c في c to the power 6 على 6 factorial إلى آخره، يعني كل واحد فيهم بهذه الطريقة، أوكي؟ فخلينا نفترض إنه صار عندنا shift، أوكي؟ هاي الشيفت هابن او هابنز، اوكي. والان وين صارت؟ وصار عندنا نيو سي شو بتساوي؟ على سبيل المثال صارت 5، على سبيل المثال صار في عندي شيفت والنيو سي صارت 5، هي بعد الشيفت، اوكي. الان كيف بنطلع قيمة البيتا أو التايب 2 ايرور؟ بدها تساوي probability x less than or equal 33 بشرط c minus probability x less than or equal 6 بشرط. خلينا ناخذ أول واحدة هاي، هاي شو بدها تساوي؟ تساوي probability x بتساوي 0 زائد probability x بتساوي 1، واحنا بنمشي بهذه الطريقة لوين؟ لعند probability x بتساوي 33. بدنا نعوض كل واحدة، هاي c كم عندنا صارت نيو c؟ 5، 5 to the power 0 في e قوة minus 5 على 0 factorial. اللي بعديها بدها تساوي 5 to the power 1 في e قوة minus 5 على 1 factorial. اللي بعديها مثلا 5 to the power 2 في e to the power minus 5 على 5، على عفوا على 2 factorial. وبنمشي بهالطريقة، مثلا 33 شو بتساوي؟ 5 to the power 33 في e قوة minus 5 على 5 factorial. طبعا إذا بدنا نحله يدوي راح يكون طويل جدا جدا، اوكي؟ إذا بدنا نحله يدوي، طبعا بالمناسبة probability ال c أو مش ال c ال x less than or equal الستة، بشرط انه السي شو بتساوي عندنا؟ السي بتساوي 5. هذا شو بده يساوي؟ بده تساوي probability الاكس بتساوي 0 زائد probability الاكس بتساوي 1، وبنمشي لعند probability الاكس بتساوي 6. هي بالمناسبة هي اخف من الاولى، اوكي. يعني بنفس الطريقة السي اللي هي 5 to the power 0 في قوة minus 5 على 0 فاكتوريال زائد 5 to the power 1 في e قوة minus 5 على 1 فاكتوريال زائد 5 to the power 2 في e قوة minus 5 على 2 فاكتوريال زائد 5 to the power 3 في e قوة minus 5 على 3 فاكتوريال، هاي 3 زائد 5 to the power 4 في e قوة minus 5 على 4 فاكتوريال زائد e to the power، نكتب الخمسة بالأول، 5 to the power 5
في اي قوة ماينس 5 على 5 فاكتوريال زائد 5 تو ذا باور 6 في اي قوة ماينس 5 على 6 فاكتوريال. هاي يعني ممكن انها توجد، هاي انها. بس اما اول وحده 33 الصحيح انه ايجادها ورطه يعني، ومش سهل، مش بهالسهوله. فاحنا كيف بنوجدها؟ بنوجدها عن طريق التابلز، موجود للباينوميال للبويسون تابلز، راح نشتغل عليهم ونطلع قيمه البيتا. بس في شغله بدي انوه لها قبل ما انه ننتقل للتابل. احنا لما نيجي نحكي سواء بالكونفورمتي او النون كونفورمينج، يعني بالسي او بالام بي، اوكي، لما كنا نحكي عن التايب 2 ايرور احنا بنحكي نيو شيفت، صار عندنا شيفت، مش هيك؟ صار عندنا شيفت بحيث انه النيو سي، يعني هاي النيو سي صارت كذا، صارت مثلا 5 او 6، صار عندنا شيفت بحيث انه النيو مثلا الام بي، ام بي يعني دي، صارت على سبيل المثال 7، يعني هاي بعد ما صار عندنا الشيفت. بينما بالشباتر الماضية كنا نحكي انه في عندنا الشيفت كان مقداره كي، يعني كنا طريقة الحساب مختلفة، انه كنا نحكي انه شيفت اوف على سبيل المثال 0.1 ونربطها بالسيجما، يعني احنا بنحكي الشيفت من المين صار في عندنا شيفت. اما هون يعني صار في عندنا شيفت، ما بيهمنيش بالاساس شو كانت السي، بيهمني النيو سي عشان احسب عليها، عشان احسب عليها. وبالنسبه للثانيه بيهمنيش قديش كانت الام بي، بيهمني النيو وين صارت عشان احسب عليها. ففي فرق جوهري بيناتهم لو احنا نتبع المعادلات ان شاء الله، يعني ما بيصير في خربطه ولا بيصير في غلط. الان خلينا نروح على التيبل عشان نوجد اللي هو probability x less than or equal 33 بشرط انه الاس كانت بتساوي 5، هاي شو بدنا نشوف شو قيمتها. probability x less than or equal 6 بشرط انه السي كانت بتساوي 5، هاي بدنا نشوف شو قيمتها من التيبلز. اوكي طيب احنا نرجع للكومولاتيف بويسون. اوكي هذا الكومولاتيف بويسون تيبل، هذا هو دائما تيبل بعطينا البروبابيليتي من عند، يعني على سبيل المثال لو حكينا probability الاكس less than او 40 مثلا على سبيل المثال، اوكي، وكانت البرامتر عند السي او اللمدة تي اوكي بتساوي مثلا 8، هذا شو معناته؟ هذا بده يعطيك probability الـ x بتساوي 0 زائد probability الـ x بتساوي 1، وبنضل نمشي لوين؟ لعند probability الـ x بتساوي 40، اوكي؟ وكل واحدة فيهم دائما انه مثلا 8 to the power 0 في e قوة minus 8 على 0 factorial، بنمشي بهالطريقة هاي لعند آخر واحدة. هذا التيبل بعطينا القراءة هاي، بعطينا القراءة هاي بدون ما يكون في حاجة ان نحسبها كل واحدة على حدة، وهذا حل طويل ما بيخلصش. طيب خلينا نرجع، طبعا هو اهم اشي انه اللمدة تي معناتها نفسها السي، احنا هناك اتفقنا انه السي هي نفسها اللمدة تي، اوكي، هو البرامتر اللي احنا وهاي اللي موجودة هون، هاي مثلا probability x less than or equal 6 معناته هون 6 راح تكون، اوكي. فهذول احنا نتذكر شو عندنا، عندنا شغلتين، عندنا شغلتين، اول واحدة probability x less than or equal 33، وفي عندنا c شو بتساوي؟ بتساوي 5، هيك اخترناها يعني جد، معناته c بتساوي 5، هاي اللمدة تي بدها تساوي 5، بدنا ننزل لتحت نشوف وين راح نلاقيها، وبدها x بتساوي 33. خلينا اللمدة تي ندور على 5 ونشوف وين موجودة، ننزل لتحت، اوكي هاي الخمسة موجودة هون، اوكي هاي الخمسة موجودة هون. الآن 33 بدها تكون على هذا السكيل، بس لكن آخر رقم عندنا 16، بس ليش 16؟ لأنه خلص صفت على واحد، يعني صفت آخر سطر. إذا احنا نطلع
واحد معناته أي رقم أكثر من 16 بده يكون واحد. أي رقم أكثر من 16، يعني لو إحنا نكمل هون بنكمل واحد 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 إلى ما لا نهاية. ما هو الوضع بده بتعرفوا البويسون بضل ماشي للما لا نهاية، بس آخر إشي بصير very close to 1 وبصير 1، يعني بصير 1. معناته probability x less than or equal 33 بشرط أن السي بيساوي 5 هذا بيساوي 1 قولا واحدا من هذا التابل. طيب بدنا نروح عند كمان probability x less than or equal 6 بشرط أن السي بيساوي 5، معناته احنا بدنا على نفس الطرف هذا الاكس سي بيساوي 5 او اللمدة تي، وبدنا نروح هاي الستة وبدنا نمشي راح نلاقي انه هذا الرقم، هذا هو الرقم، معناته هاي شو بيساوي؟ بيساوي 0.762. طبعا بالكتاب كاتب بس 2 واحد يعني مش مقربها، هون الريزوليوشن معطيني 2 ديجيت. طيب معناته البيتا بهاي الحالة شو بيساوي؟ probability اللي هو الرقم هذا كتبناها كثير فما فيش داعي نرجع نكتبها، نكتب الرقم مباشرة 1 ناقص 0.6762 خلينا نكتبه زي الكتاب. معناته شو راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا 0.238. هاي ال بيتا او التايب تو ايرور. اوكي بالطريقه هاي احنا بنحل وبنمشي. اوكي طبعا لو كانت السي عندي مثلا 3 4 5 6 يعني النيو سي لما بعد ما صار عندي شيفت ممكن من هذا التيبل بكل سلاسه وبكل سهوله ممكن احسب اي رقم. اوكي خلينا نرجع للسلايد ونشوف شو عندي. طيب احنا بشغل التيبل تعلمنا مثلا كيف انه نطلعها لخمسة، اوكي وكان هذا الجواب هو الجواب، بس احنا ممكن نطلعها على سبيل المثال السي نبدأ بواحد بعدين اثنين ثلاث اربعة، طبعا احنا اكيد راح نطلع من الصفر ونرجع للصفر تقريبا. اوكي فاحنا اول شيء بنكون مجرد ما احنا نقرب من الصفر خلاص بنوقف. اوكي وبنرسم البيتا على طرف والسي على طرف بيطلع هذا اللي احنا بنسميه الاوسي كير، بنسميه الاوسي كير. طبعا زي ما تعلمنا زمان البيتا بنطلعها بطريقتين، يا ماثيماتيكالي عن طريق التيبل او عن طريق الاوسي كير بان نمد خط ونطلع القيمه، ونطلع القيمه. في شغله مهمه لما اجي احكي على سبيل المثال لو سالت انا سؤال وحكيت انه كالتالي، انا بدي انبه الطلاب انه the c is على سبيل المثال 4 اوكي او مثلا على سبيل المثال كانت 4 and shifted 1 unit above مثلا، يعني انها زاحت يونت لفوق، يعني كانت 4 وزادت 1 شو معناته؟ صارت 5، معناته هاي النيو سي اللي انا بشتغل عليها، اللي انا بشتغل عليها. بنفس الطريقة يعني لو نرجع للدي اللي هو بالفراكشن نون كونفورمت الموضوع القديم، دي كانت على سبيل المثال يعني دي خلينا نحكي انه واز مش الدي بلاش الدي خلينا البي. اوكي البي مثلا كانت was 0.07 and shifted مثلا 0.03. اوكي شو معناته shifted above؟ يعني هي احنا بنحكي shifted لفوق او ممكن نحكي shifted down، معناته صار new بي اللي انا راح اشتغل عليها 0.07 زائد 0.03 يعني 0.1. هاي ضروري جدا اذا احنا حكينا انه زاحت 3 لا يعني انه استخدم هذا الرقم، بل يعني انه اضيفه على الاصل و اشوف النيو بي واشتغل عليها. ممكن
انه او احياء يعني معظم الاسئله شو احنا بنعطي؟ بنعطي النيوبي جاهزه، بنعطي النيوبي جاهزه، بس ممكن كمان يكون صيغه سؤال بهذه الطريقه عشان يعني يبين ان الطالب فهمان ولا مش فهمان، انه كان كذا وصار في عندي ازاحه لليمين او لليسار، فهي شغله لازم الطلاب ينتبهوا لها. اوكي، نيجي عند موضوع اللو ديفكت ليفل. بالنسبة لموضوع اللو ديفكت ليفل، هذا متى بنطبقه؟ هذا بنطبقه لما يكون نسبة الأخطاء قليلة جدا، نسبة الأخطاء قليلة جدا. خليني أضرب عليها مثال. لو كان عندي نسبة الأخطاء على سبيل المثال إنه البي مثلا 3 بالألف، يعني كل 1000 يونت بطلع عندي 3 أخطاء، كل 1000 يونت بطلع عندي 3 أخطاء. إذا أنا بدي يعني يكون الوضع appropriate إني أرسم ال طبعا قصدي انه 3 بالألف، يعني هاي اللي هي اليو، اوكي، انه في عندي 3 أخطاء بالألف يونت، اوكي، معناته انا بدي اصير اخذ الباتش very large، اوكي، معناته انا راح اصير اخذ ال n مثلا بتساوي 1000، او ال n بتساوي 500 او 1500 او 2000 حسب قديش نسبة الأخطاء. وبالتالي يعني هذا راح يكون الوضع مزعج اني اجمع 1000 يونت واعمله انسبكشن حتى انه اطلع appropriate control chart. طب شو في اوبشن ثاني ممكن احل هاي المشكلة اذا كان في عندي low defect level؟ في ممكن انه بدال ما اخذ انه الاخطاء بير يونت، اوكي، يعني اليو، او اني اعد الاخطاء بطريقة absolute يعني سي، بس يكون عند الان كبير كثير، اوكي، ممكن انه احولها ل mean time between failure. اوكي، mean time between failure. طبعا شو يعني mean time between failure؟ يعني على سبيل المثال لو حكينا انه كل 1000 يونت بتطلع عندي 3 اخطاء، اوكي، يجينا احنا حكينا ال1000 يونت هذول قديش بنعملهم؟ هذول بنعملهم على سبيل المثال ب10 ايام، يعني 10 days. ال 10 days هذول معناته باليوم كم بنعمل؟ بنعمل 100 قطعة، اوكي، بنعمل 100 قطعة، اوكي، طبعا معناته يعني كل 3 ايام، كل 3 days بدي اشوف خطأ، كل 3 ايام بدي اشوف خطأ، اوكي، on average. طبعا هاي on average، فانا شو اللي باجي بصير احسب ال mean time to failure، بحط هون قديش انا راح كل قديش راح اشوف خطأ، كل قديش راح اشوف خطأ. وبهذه الطريقة بحول الكنترول شارت من يو او من سي الى اللي هو نيو شارت، راح يكون بالفاريبل، راح يكون له دخل بشابتر 6، شابتر 6. بس هون كمان في عندنا مشكلة انه المين تايم تو فيلير شو الديستريبيوشن اله؟ راح يكون الديستريبيوشن اله اكسبوننشال، اوكي، الديستريبيوشن اله راح يكون اكسبوننشال، ولحد ممكن وايبل، اوكي، بس عاده بده يكون اكسبوننشال لا وايبل. طبعا هذا ما هو هايلي سكيود، يعني لما نيجي نطلع على الاكسبوننشال ما هو زي هيك، صح، يعني هذا هايلي سكيود to the right، هذا لما يكون الـ exponential. طب ما هو الـ control chart مبني على الـ assumption of normality، صح؟ ولما حكينا عن الـ C أو حكينا عن الـ P أو حكينا عن الـ MP، ما هو الـ binomial very close to normal، أوكي، بس discrete، والـ Poisson very close to normal بس برضو كمان discrete very close to normal، هذا ما لهوش دخل بالنورمال. طب شو كيف ممكن نحل المعادلة هاي؟ بنحل المعادلة هاي عن طريق ترانسفورميشن. في عندنا فورميلا جاهزة الاكس، شو بنعمل؟ بناخذ المين تايم تو فيلير بنضربه اللي هي 0.2777 اللي هي 1 على 3.6. الان النيو داتا هاي بتصير نورمال، يعني احنا حولنا الاكسبوننشال لنورمال عن طريق هاي ترانسفورميشن فورميلا. بالحالة هاي بصير عندنا الآن بنقدر نطلع
اللي هو خلينا نحكي ممكن احنا الانديفيدوال مع الموفينج رينج، ممكن انه نستخدم الانديفيدوال مع الموفينج رينج بهاي الداتا اللي راح تطلع معي. اوكي، فاحنا خلينا نروح على هذا المثال. بنلاحظ انه كانت بالفعل انها ولا إلها دخل بالنورمال. نطلع على هذا المثال، هنا فعلا كان ما إلهاش دخل بالنورمال، وبعد ترانسفورميشن بتصير نورمال، وبعد ترانسفورميشن بتصير نورمال. اوكي، خلينا نشوف الداتا هاي اللي موجودة اللي هي تايم بتوين فيليرز اللي احنا حولناها. كان على سبيل المثال الفيلير الأول أخذ 286 يوم حتى صار. اوكي، الفيلير الثاني أخذ 948 يوم حتى صار. طبعا هو المسافة الفاصلة يعني 948 يوم من الفيلير الأول، يعني هاي المسافة الفاصلة between two failures. اوكي، الفيلير الثالث حصل بعد، عفوا هاي بالاور مش بالديز. الفيلير الثالث حصل بعد 536 ساعة من الفيلير اللي قبليه. مثلا على سبيل المثال الفيلير العاشر صار بعد 8 ساعات من الفيلير التاسع، يعني صار الفيلير التاسع بعد 8 ساعات منه صار في عندي الفيلير العاشر. وهو حكينا هاي الديتا هاي اكسبوننشال وما بنقدر نبني فيها نورمال، عفوا كنترول تشارت. بنحولها ل اللي هي الاكس كيوب الساوي، بناخذ كل قيمه. مثلا اول واحده اللي راح تكون 2 8 6 تو ذا باور بوينت 2777. شو صارت عندي؟ صارت عندي 4.8، هي موجوده هون. والثانيه نفس الشيء، والثالثه نفس الشيء، كله بنعمله بهاي الفورمولا، كله بنعمله بهاي الفورمولا. بعدين شو بنعمل؟ بنعمل زي ما تعلمنا في شابتر 6، راح يكون عندنا الموفينج رينج مع الـ مع الانديفيدوال. اوكي، يعني هذا راح يكون في عندنا اول شيء بناخذ الافريج الها، هاي بناخذ الافريج، تكون هاي الاكس بار شو بتساوي؟ الله اعلم. اوكي، وبعدين بناخذ الابر كنترول ليميت اللي هي الاكس بار زائد نتذكر الفورمولا القديمة اللي هم ال A to R bar. اوكي، ال R احنا بناخذها لما N بتساوي 2، لأنه احنا بناخذ الموفينج رينج، بناخذ الموفينج رينج. اوكي، او اللور كنترول ليميت بتصير هاي سالب، بتصير هاي سالب. اوكي، فبهذه الطريقة احنا بنمشي. طبعا احنا ما حليناه بالتفصيل لانه اوريدي الانديفيدوال او الاكس تشارت اوكي تعلمناه، والموفينج رينج تعلمناه، هيو رسمناه هون وهيو ما شاء الله عليه كله ان كنترول. اوكي okay.